السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي نصمم سبينر بالباوربوينت. أول حاجة نبدأ فيها هي إن إحنا نضيف insert chart، نختار باي، هيجيب لي هنا زي ملف كده إكسل صغير أقدر إن أنا أنسق منه عدد الخلايا أو الشيبس اللي أنا محتاجها، عدد الأشكال اللي أنا محتاجها جوه السبينر دي. فأنا عايز مثلا كذا خانة، فأنا عايز مثلا for example 10. أوكي، فهبدأ إن أنا عايز أعمل 10 هنا، بس لازم ان انا عشان اكتب 10 او اكتب عدد الخلايا لازم اعملها كعملية حسابية. فهنكتب يساوي اي رقم يساوي 10 بقى، يعني مثلا 20 minus 10 انتر هيديني 10 هنا. طيب هنسحب ال 10 دي بالشكل ده كده، لازم يظهر لي زي سهم صغير كده اسحب منه على عدد الخلايا اللي انا عايزها. انا عايز مثلا 10 بارتس او 10 شيبس، فهنا هختار لحد 11 لان طبعا عندي نمبر 1 هنا هي المفروض فيها تايتل، فانا هختار 11 فهزود بس رقم واحد. هنا ظهر لي 10 بارتس، فاحنا نمسح بقى التايتل ونمسح كمان ده. طيب هنا هو ده شكل تشارت، فانا مش عايزه يبقى تشارت، عايزه يبقى بيكتشر عادية، فهاخده كات وهعمل بيست، بس اختار الاوبشن ده انهانسد ميتا فايل، هيتظهر لي هنا كبيكتشر. تمام، وعندي هنا اصبحت كبيكتشر من غير الشيبس اللي جوه. طيب انا عايز بقى ان انا اتحكم جوه الشيبس اللي جوه دي، اتحكم جوه، فهبدا ان انا اعمل جروب ان جروب، هبدا اعملها تاني برضو ان جروب اجين، فكده قسمها لي كل شكل لوحده. تمام، فهنختار الشكل ده كده فورمات، هنختار سيلكشن بين. هنا هو جايب لي مقسم لي الاشكال لاجزاء صغيره، يعني مثلا كل شكل من الاشكال دي، طبعا احنا عايزين 10 شيبس بس، عايزين 10 بس، فهنا جايب لي اعداد كتير جدا، فهبدا ان انا اختار منهم الحاجات اللي هي الزياده، زي مثلا الاوت لاين دوت، ده حسبه لي شكل انا مش عايزه كده، انا عايز ان انا يبقى قدامي 10 شيبس بس. فهبدا اعمل سيلكشن للشيبس اللي انا شايفها مش مهمة، ده مهم طبعا، فنبدأ نعمل سيلكشن للشيبس اللي احنا شايفينها مش مهمة زي كده. زي ما انتم ملاحظين كده انا بمشي ورا عدد معين، الاعداد مثلا اللي هي الزوجية بس مثلا، على حسب الشكل ما هيطلع لي. المهم ان انا امسح الاشكال دي، فكده انا حددتهم او عرفتهم بالظبط، فابدا ان انا اعمل لهم سيلكشن زي كده. فبالتالي انا كده محددهم، هبدأ اعمل backspace او delete، هيظهر لي هنا التين شيبس اللي احنا قلنا عليهم. تمام كده ظهر لي التين شيبس قدامي، ببدأ ان انا اتحكم بقى زي ما انا عايز، عايز ان انا اتحكم في الاشكال بتاعتهم، الالوان، مثلا التنسيق بقى بتاعهم زي ما انا عايز، يعني عايز اعمل مثلا هنا لون معين، فهنا هختار شيب فيل واحدد مثلا لون معين، فمثلا ممكن اعمل سيلكشن لبعضهم زي كده.
اختار مثلا لون الأزرق، اختار مثلا ده كده، فالتنسيق هنا على حسب ما انا احدد او على حسب ما اختار براحتي. تمام. طيب انا دلوقتي عايز ادخل تكست جوه الشكل ده بحيث ان هو يبقى داخل لي بيانات جوه الشيب، بحيث ان لما اجي اعمل سبينر مثلا ممكن استخدم ارقام، ممكن استخدم اسماء، احط اسماء الطلاب اللي عندي، او استخدم اي نوع من انواع البيانات. فاعمل هنا تكست بوكس، انسرت تكست بوكس، فهنا مثلا انا عايز ادخل ارقام، فابدا اعمل ارقام زي كده. وابدا برضه انسقها عشان تبقى مناسبه للشكل والحجم نفسه. كده مثلا. طيب هي كده يعني، ممكن ان انا اعمل لها روتيت عشان تبقى مناسبه بس للشكل، او التصميم بتاعي يبقى شكله مناسب، ما يبقاش بس الرقم شكله معوج او الاسم شكله معوج، ان انا اعمل الروتيشن بتاع الشكل من هنا. طيب انا كده تمام، الرقم ده او التنسيق ده تمام عندي، ومش عايز ان انا كل شوية اعمل بقى اشكال تاني، فهعمل دوبليكيت للشكل. فهعمل كده كنترول دي، واعمل برضو روتيشن زي كده، اغير الرقم. تمام كده انا عملت الاشكال او كتبت البيانات اللي انا عايزها زي ما انا عايز، ونسقت الشكل بتاعي. ببدأ اعمل هنا select all، وارجع اعملهم جروب تاني، فاصبح عندي الصورة هنا بقت شكل واحد. طيب احنا هنبدأ نعمل سبين من هنا animation، هنختار emphasis spin. تمام. بعد كده animation pane، لك يمين timing، duration هنا هتبقى fast، هنا repeat until next click، triggers ال picture اختارها من هنا هي group 43. اصبح ان انا عندي ال spinner اشتغلت كده. عايز بقى ان انا اعمل animation تاني عشان اقدر ان انا اتحكم اوقف ال spin زي ما انا عايز. يعني ال spinner انا عايز اوقفها لما مثلا اضغط كليك تاني، فبالتالي لو ضغطت تاني add animation appear، كليك يمين timing، هنا triggers، اختار نفس الجروب تاني. هنا نيجي نعمل show، هي كده already شغالة، كليك تاني وقفت. طيب انا دلوقتي عايز اعمل مؤشر او حاجة زي محدد الاختيار عشان يحدد لي انهي رقم بالظبط اللي انا اخترته. طيب هنا هعمل ايه؟ insert shape، اجي مثلا عند shape زي ده مثلا، وابدأ برضه لو عايز اعمل تنسيق للشيب ده براحتي، ممكن اعمل مثلا كده دوس افكتس من هنا، بعد ما انتهي من تنسيقه هنا ابدأ ان انا اشغل السبن. تمام. ابدأ اعمل شو، اشوف كده هيعمل ايه. كده انا اخترت نمبر 1، كده
2 كده 5، كل مرة على حسب يجيب لي كده حاجة عشوائية، تمام. وطبعا تنسيق الأرقام لو هو مش عاجبني أو على حسب الحاجة اللي أنا يعني عايز أترد، لو شكلها مش عاجبني أقدر إن أنا أعمل إيديت براحتي من هنا، تمام. أبدأ مثلا إن أنا أعمل إيديت للحاجة اللي أنا مثلا شايف ده مثلا مقلوب، وممكن يبقى كده. تمام، على حسب انا الحاجه بتاعتي اللي انا عايز انسقها، البيانات اللي انا ممكن ادخلها براحتي هنا. ممكن كمان اعمل كنترول دي للسلايد دي، هيجي لي نفس التنسيق اللي انا عامله بالظبط، فاقدر ان انا ادخل بيانات جديده انا عايزها، فانا اقدر اتحكم في البيانات. فانا عندي ممكن اعمل تصميم واحد بس، واقدر اعمل له كوبي او يعني اعمل له دوبليكيت، هيطلع بنفس التنسيق بالظبط، واقدر اضيف بيانات جديده. يعني انا مثلا انا ممكن ادخل هنا بيانات طلاب، او ادخل اي بيانات انا عايزها جوه السبينر دي، وابدا ان انا اشغلها. كده التصميم بتاعنا انتهى، ويا رب تكونوا استفدتوا. Don't forget to subscribe my channel.